بيان قرصين برازي جيب لك اياهم علي برازي ولك انت لايمتى بدك تضلك حمارة؟ لايمتى؟ لو كيف ضح حريمك صار لك عندي 10 سنين ما بتعرف شو بيتاكل مع العرق وشو ما بيتاكل؟ قلت لحالي معلم يمكن جوعان وعم تفرك عليك معدتك. لا ماني جوعان بس اجى على بالي اتمازح. روح جيب لك شي معلم. لا لا يسلم ايديك ما في داعي ما محرزة. بدك مني شي؟ صار الساعة 8 معلم. 8؟ ان شاء الله تصير وحدة. طالما انا بالمحل بدك تضلك متبسمر قدامي. بتعرف البسمار شلون بتبسمار؟ بتعرف ولا ما بتعرف؟ مثل البسمار بدي اياك متبسمر قدامي، فهمت ولا لا ولا؟ تمر معلم. ايوه. ودلي دللي. دليك الدلع. او باي باي الغرب الوطن. دلك دلي دلك دل لك خالد طلعته ولا امك من المستشفى؟ ايه امبارح مساء. شو كان صاير معه؟ جلطه بعيد من هون. جلطه؟ ولي؟ لا ما والله مو سهله. قد ايه صار الساعه قلت لي؟ 8 معلم. 8؟ وبدك تروح تندفس من 8؟ عم لحالي معلم، بكره بيجي من بكير. معلومك معلم انا من 9 الصبح هون. الله وكيلك رقبتي ما عاد حملت راسي معلم. ايه تضرب بهالراس؟ هذا راس اللي ناتعه بين كتافك؟ والله العظيم لولا انك يتيم وعندك اخوه صغار، والله العظيم ما بحويك وبصفك من زمان. بتمنى معلم، بتمنى. الله يسامحك. زعلت ولا؟ روح 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 بس لا تتأخر بكرة. حاضر معلم. ايوه روح. خير معلم؟ صار شي معلم؟ لا ما في شي ما في شي. أرض صغير ما في شي. روح مني روح انت تيسر روح. راي معلمي؟ اه معلمي كاني حاسك تعبان ومو قادر تشتغل، مو حاجتك اليوم؟ لا خالد كون فكر حالك المعلم وانا شغيل عندك. اعوذ بالله يا معلم، بس انا كل قصدي تروح هلا ترتاح، بكره بصبح على شغل من بكير. معلومك معلم الصبح الواحد بيكون انشط. ليش انت شايفني مو مصحصح ولا؟ بلا معلم، بس الواحد الصبح بيكون مصحصح اكثر. معلومة أو صحي بده يطب علينا في هاليومين يسألنا عن كفة النوم معلم.
يطب يقرب ينطح راسه بالحيط لما بتخلص بنسلمه اياها. بس تاخرنا عليه كثير معلم، صرنا واعدينه نسلمه اياها 5 6 مرات. بكره بتخاف يقول لك ما بدي اياها معلم. ولك حاجه تضلك تنقف راسي مثل البوم شبك انفلت بفرفلتي، روح خلصني. تصبح على خير معلم. انت بخير. والله تقيلة. شو بلاقيك رجعت؟ قلت لحالي معلم بلكي اعتزني. بري عليك اصيل اصيل وابن حلال، عرفت ليش انا بحبك؟ ولا لا تكون صدقت انه لولا امك واخواتك كنت صرفتك. لا معلم بعرف انك بتنسى. بري عليك، ليش تعجبني؟ لأنك كيكة الطايف كلها. عامل لك هالشاي معلم؟ ولك شبك؟ ولك شو صار لك؟ ولك هلأ كنت عم قول عليك بتفهم؟ ولك أجدب؟ حدا بيشرب شاي بعد العرق؟ فكري تروي راسك. روي راسي؟ شاي فرعي؟ شوف معناها؟ مدورة ومكورة. ولك حبيبتي هي، هي الوحيدة بالدنيا اللي بتروي لي راسي، وغيرها لا. بتعرف شو؟ والله عم قول لحالي حاشتنا اليوم هي، نرجع بكره يلا قول يا رب. يلا. لا والله كنت رح اوقع. تعرف لك خالي؟ والله العظيم اكل هم الروح على البيت. هلا بتطلع بخلقتي. معلم انت لا تطلع فيها، من فوتك حط راسك ونام. يعني لا تطلع فيها معلم. لك ما بطلع فيها، ليش انا بطلع فيها؟ ولك ليش انا بقارشها؟ ولك حتى هي ما بتقارشني. بس هيك بتقعد بالقرنه مثل القرد اللي قتله صاحبه وبتطلع فيني. بتطلع فيني مثل ال مثل شو؟ شو بعرفني؟ يعني عرضك انا ما بيعرف. طيب بتعرف الكلب اللي بيكون صاحبه هاري من القتل ومجوعه شلون بيكونوا عيونه؟ الله وكيلك هيك عيونه لما بتطلع فيني. هبلاقي حالي غير ضبانات عقلي طارت من راسي ونزلت لك في قتل. هون بيجعيك هون ما بيجعيك. شوف والله العظيم والله العظيم لما ما بكون شربان والله ما بمد ايدي عليها. الله وكيلك ما بمد ايدي عليها. بس كون شربان ما بعرف شو بصير لي. طفي الضوء لنشوف، طفي الضوء خلي عند يسار. قال شو؟ أنا اللي طفشته لسعيد. قال راح القامشلي من تحت راسي. لك وين راح؟ لفوقها؟ لفوق لفوق على السوكة لآخر سوريا لفوق. قال لبزمتك لخالد.
اذا الزلمه لقى شغل بوقف طريقه انا، بجوز من الله هذا الشيء. انا اصلا امتى كنت تشوفه لابني؟ والله العظيم كيف كبر وصار قد الشنتير ما بعرف. انا طول عمري كنت اجي على المنشره من الصباح ارجع اخر الليل، كلها الساعتين ساعتين زمان كنت شوف فيها اولادي الله وكيلا. احيانا لا مو دايما بضرب له ولامه ولاخته، بس والله مو قصدي، بس وقت اللي بضرب بقدحهم قتله من كعب التست. يعني بالنسبة لي مبين شربان بضرب، مو شربان ما بضرب، ليش اضرب؟ ولسه بيقولوا لك شو قال طفشته قال. واخته جوزناها وخلصنا منها، جوزناها لواحد بياخذ له كاس، قال شو؟ جوزها لواحد بيسكر، لك يفضح حريمهم، جوزناها وما خلصنا من لسانه. لك ايه سيدي انا هو وبسكر، شو يعني؟ المهم الزلمه ابن حلال وعينه بدربه، ليكو اخ، ايه والله العظيم معيشها احلى عيشه. سوينا مشان صفي زمتي وكون صادق معك، والله العظيم ما بعرف اذا بيضربها ولا ما بيضربها، ما بعرف. انا كنت متمني انه اعمل لاولادي الشيء اللي عملته لاخواتي، بس يا خسارة ما بي شيء يعطيهم اياه. اخ تعرف لك خالي، والله العظيم وقت اللي كنت بعمرك كنت عم بشتغل كتير، كنت قالب على وش الدنيا بفرد قبي، ومعلمي الله يرحم ترابه ابو عمر كان مسلمني المحل. بيوميتها كان في شغل ومثل الايام، وانا كنت طلع مصاري كل المصاري اللي طلعتها صرفت على اخواتي، كل شي طلعته مصاري. الاستاذ هيثم المعمود المحامي المشهور انا اللي درسته محاماه، الدكتور اسامه المغلوب بعته على امريكا لتخصب، انا بستاهل والله بستاهل. هيثم المأمون أخوك معزيك؟ إيه نعم سيدي، إيه نعم أخي، وأسامة طبعاً أخي، والله العظيم إني أنا أخوك، إيه والله، بحبهم وفنيت عمري مشانهم. سوينا انا بستاهل اللي عملوه فيه، بستاهل انا بستاهل. كأنه وصلنا ما وصلنا معلم. رفقتك حلوة يا درصان، والله ما حسينا بالطريق. يلا تيسر على بيتك ما
بكره الصبح بدي لاقيك قبلي بالمحل. مثل العادة معلم، مثل العادة. شايفك عنا؟ ايه والله امي مريضة. شبهها كمان؟ ما بعرف شبهها، مسكينة لا عم تقدر تقوم لا عم تقدر تتحرك، لازم يشوفها دكتور ابي. يلا عنها مريضة؟ ما تردي يا ابي، ما عم تحسن تحكي، حتى انا ما عم ترد علي. روحي اعملي لها كاسة مليسة، روحي. عملت لها بدل الكاسة كاسين، الله يوفقك، خلينا ناخذها على المستشفى. انا لا ضوجي وضوجيني معك، خلص خليها تشرب الكاسة السخنة، خليها تنام وترتاح، بكره بكير، إذا ما تحسنت تعي خذيها على المستشفى. ليه؟ وانا ما ترجع بهالليل لحالها على البيت. امي بروح بقول له لعدنان ومنيم الصغير وبرجع بنام عندك، ماشي امي؟ شو صايت؟ امي امي شبكي امي؟ امي حاسه بشي؟ دخيلك يا عمي ترد علي امي؟ يا ربي دخيلك يا أبي شو بكي؟ لك شو بكي؟ صفريكي لك ليك وشك صفر أكثر من وش أمك، شو بكي؟ يا أبي أمي لازم تروح على المستشفى، أنت إذا مانك قدران أنا باخذها على المستشفى، بروح بقول له لعدنان يروح معي. طيب خلص أنت روحي قولي له لعدنان وتعي نامي عندها، ولا أقول لك خلص خليكي نامي عندها و بكرة الصبح إذا ما تحسنت نشوف إذا بناخدها. خلاص عزيزي عزيزي سامية، معقول رقم بنتي ما بعرفه؟ أهلين جار أبو إسماعيل، الله يجبرك، المرة تعبانة بدنا ناخذها على المستشفى بمعيتك، الله يسترك. يا لطيف يا لطيف، خير ان شاء الله ما في شيء. والله ما نعرف شو بدي لك، تعبانه معيتك الله يجيبك. يلا يا رب لا المس وجيب المفتاح ثواني. يلا يا رب.
هلا اول ما بتصل على المستشفى فورا بيخدوك على العربيه الدوليه والايد لجوا. عزيزي الايد في دكاتره شاطرين فيه، اول ما بيشوفوكي رح يعرفوا شو بكيني عجيب، وانا رح شوف اشطر واحد فيهم وخليه عندي. عزيزي بتعرفي شو؟ انا خايف اول ما اشوف الدكتور بشم ريحتي بعرف انه انا شرهان. بتعرفي شو؟ والله العظيم انا خايف يقلعني لبرا. يعني ليش دخلت حتى جبتها يا فهيم؟ ترك وقتك عم تتوجع وقاعد عم تسكر. يا الله الله يلعن هذا السوسي. شو بدي اقول لك؟ والله العظيم ما كنت بفهم. شفت العلاقة على المنشرة أنا أصلا ما أترح على الكاميرا. ما في وقت، والله ما في وقت. إذا حاله غرفته لا أنصفني. شو؟ بيتجوز على مرته. ثالث مرة بيتجوز. عزيزي أنا بحياتي ما فكرت أتجوز عليها. أنت بنت حلال. أنا طول عمري أضربك بالابتسامة. بحياتك ما فكرت تبدي بوشي. عزيزي مشان الله تفتحي عيوني. الله يوفقك تفتحي عيوني. اسماعيل يستر عرضك عجل شوي. المرة تعبانة تعبانة كثير. الله يوفقك قوام. عزيزي قلت لك اول ما موصل بفحصوك الدكاتره والطبيبه. هون الدكاتره كثير شاطرين. شفتي كيف فتحت عيونك؟ خلص
والله العظيم ما عاد اقدر بك. مانك مصدقتيني ما؟ بكره بس نرجع البيت والله العظيم ما عاد حط العرق بتمي. وبدي كمان. عندها اولاد؟ ها؟ اولاد؟ عندكم اولاد؟ في 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 سعيد بالقامشلي وساميه ساكنه عنا بالحاره. اصلا ساميه هي اللي قالت لي انه جيبها لهون. الله يلعن الشيطان، انا كنت مفكر انه جيب لها اولاد. شو يعني؟ خلي اولادها يجي يشوفوها. مع الاسف. بس يا دكتور ما بصير. هذا الحكي ما بصير. انت شو عم تحكي انت؟ طلع. طلع كيف انفتح عيونه، طلع. طول بالك. عضلة القلب لسه ميت. وما بنقدر نعمل شيء. أنا آسف. لا تصدقي. الله يوفقك. لا تصدقي. إذا قال لك شيء مو منيح لا تصدقي. عزيزي تتذكري غرفة النوم اللي وعدتك فيها من 20 سنة؟ خلاص بكره بدي بلش فيها. خلاص بدي اجي غرفة نومها بصبحي اجي لها بعدين. وحياتك بكره بدي بلش غرفة نومنا الجديدة. تتذكري يوم عرسنا يا عزيزة؟ من 30 سنة. يا لطيف يا لطيف شو كنتي حلوة. وكتاف كانوا حاطين عينهم عليك. بس أهلك نقوني إلي. نقوني إلي أنا لأنه كنت نجار شاطر. وصنعتي بإيدي مثل ما بيقولوا. يوميتها قالوا انه راح اعيشك اميرة. الله وكيلك هيك كنت ناوي. بس ما بعرف شو اللي صار. بتذكر يا يوميتها يا بعد كم يوم شربت. ضليت اشرب حتى سكرت. ويوميتها وانا سكران ما صحيت ولا يوم. لك عزيزه والله ما بصير هيك. النهار اللي انا صحيت بدك تموتي. شو الحكاية يعني؟ قلت لك كنت سكران. سكران 30 سنة سكران. شو أعمل يعني؟ عزيزي إذا بتقومي يحرم علي إذا بحط نقطة عرق بتمي. الله يوفقك قومي. خلاص برجع بشتغل وبرجع أحسن نجار بكل الشام.
سامعتيني يا عزيزي؟ والله انا ما بقدر ارجع على البيت وما الاقيكي. تعودت عليكي. مو مشان اضربك لا والله. ان شاء الله بتنكسر ايدي اذا بتمدح فيكي. عزيزه انا تعودت عليكي. حسك حلو بالبيت. عزيزه انا بحبك. بحبك. عزيزي 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 شو بكي؟ لك سهل قلت لك انه انا بحبك. والله في كثير شغلات بدي اقول لك اياها لسه ما قلتها. عزيزي انا وعدتك بغرفة نوم جديدة. غرفة نوم فيها تخت. تخت مو تابوت. تخت وينك؟ والله العظيم والله العظيم اذا بتموتي ما بعمل لك تابوت. فهمتي؟ ما بعمل لك تابوت. عزيزة 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 يعطيك العافية سيدي. يا أهلين سيدي. إجا ومتعب حمار وجبنا بري معه. هاتوا لشوف.
جاهز البدلة؟ خير سيدي. طالبين منا نعدم السجين اللي عنا. وقال شو محاكمينه غيابيا. روح يلا جهز لي اياه ولبسه بدلة الاعدام. سيدي يمكن نفشي في شيء. لا والله مرتبة. كل سي كهربائي يا حبيبي يلا اطلع يلا ناولني سيدي ناولني ساعده ساعده يا اخي يلا يلا اخي يلا اي سلمك دير بالك من الكهرباء سيدي استنى شوي
بتفتحها وبتطلع. امر عسكري بتطلع، دير بالك تشمها معه. ها بتطب فوق. فاضي؟ الحمد لله سامي، هذه مش الحمد لله.